بائع التفاح، حكاية من التراث الصيني. حضر رجل عجوز رث الثياب إلى المدينة قادما من الجبال النائية، وكان قد قطع مسافة طويلة دون توقف، فشعر بعطش شديد. أنا عطشان، ليت معي ثمرة تفاح. بضاعتي الثمينة. عفوا إذا سمحت. ماذا تريد أيها العجوز؟ أرجوك أعطني ثمرة تفاح واحدة. ماذا تقول؟ أشعر بعطش شديد. هل لديك نقود؟ ليس معي نقود. أرى أنا لا أوزع التفاح دون نقود أيها الرجل العجوز. أحس العجوز المسكين بعطش شديد ولم يستطع أن يخطو خطوة واحدة. ها؟ أيها الرجل العجوز، ماذا بك؟ أحس بعطش. نعم يا للمسكين. لحظة واحدة، يوجد هناك بائع تفاح. أنا مفلس مفلس. ها؟ لكن نقودي هذه لا تكفي لشراء تفاحة واحدة يا سيدي. سوف أحاول معه مرة أخرى. حسنا، في هذه الحالة سأحضر معك، هيا بنا. هي. ماذا حدث أيها العجوز؟ ماذا تريد الآن؟ أرجوك أتوسل إليك أن تعطيني واحدة فقط. وأنا أيضا أرجوك. إذا أردت تفاحة ادفع الثمن. هيا. أقبل بأسوأ تفاحة. لا توجد لدي ثمرة سيئة. اسمع، هل أنت صديق لهذا الرجل؟ هيا خذه وابتعد من هنا. خذ. لا، أنا لست صديقا له، أتفهم؟ لا بأس، لكن يجب أن تبتعد من هنا. هيا خذه وابتعد. لم يستطع رجل المدينة أن يترك الرجل العجوز هكذا. ها؟ اسمعني، لديك عدد كبير من التفاح، لماذا لا تعطي هذا العجوز واحدة منها فقط؟ قلت لك لا وأنا أعني ذلك، هذه تجارة. نعم حسنا، لما لا تقوم أنت بشراء واحدة؟ ها؟ وفكر رجل المدينة بطريقة يساعد بها الرجل العجوز. هيا اذهبا من هنا، اذهبا. يا لكما من مزعجين. ما هذا؟ ما الذي يجري؟ أخبرنا. أرأيتم جميعا ما الذي حدث الآن؟ أرأيتم؟ نعم رأينا. ما رأيكم أن تساعدوا هذا الرجل العجوز؟ أنتم تستطيعون مساعدته؟ طبعا. حسنا، كنت أفكر بشراء تفاحة لهذا الرجل العجوز، ولكن نقودي قليلة ولا تكفي. إنه أمر بسيط، لا أحتاج سوى ثمن تفاحة واحدة فقط. ما رأيكم؟ إذا أردتم مساعدته هيا ساعدوه. ها خذ، هيا أنت يا خذ. خذ، خذ هذه النقود. شكرا، شكرا لكم. والآن ليس لديك عذر أبدا. طيب
تفضل أيها العجوز، ها هي التفاحة، أرجوك أن تأكلها، أرجوك. شكرا. شكرا لكم جميعا. مسكين. أشكركم جميعا، أنا أشعر بالنشاط والفضل لكم، وأريد أن أريكم شيئا ممتعا. أخرج الرجل العجوز إزميلا من حقيبته وبدأ يحفر حفرة. وضع الرجل العجوز بعض البذور في الحفرة وأهال عليها التراب. بعد ذلك حدث شيء غريب أدهش الموجودين جميعا، عندما نبتت شجرة وارفة. امتناني لكم، أرجو أن تأخذوا منها ما تشاءون. هذه لي. شكرا لله، يا له من رجل طيب. شكرا لكم، أرجو أن تتقبل هذه. يا لك من رجل طيب، هذه لي. شكرا لك أيها العجوز الطيب، شكرا لك، شكرا. لن أنسى معروفك أيها الشاب، إني ممتن لك. أنا سعيد بلقائك، أنت رجل طيب طيب. لم يتركوا لي شيئا، والآن إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الجبال. أرجو أن تبقى معافى. مع السلامة، مع السلامة. شكرا لك، الوداع، الوداع. مع السلامة. عاد أهل المدينة إلى منازلهم يحملون الكثير من التفاح، فخسرت تجارة البائع البخيل وذهب إلى عربته واستعد للذهاب إلى بلدة مجاورة. أين ذهب التفاح يا إلهي؟ من سرقه؟ لابد أن أعرف من سرق التفاح. أعد التفاح. أنت أنت أعد التفاح. ابتعد أيها الفار. لو مشاوذ، لعب سرق ثماري.
كان بائع التفاح بخيلا ولم يرضى بالتخلي عن تفاحة واحدة، فضاعت كل ثمار التفاح الخاصة به وأصبح العمل وصار أضحوكة البلدة كلها.